إذن بالتنس، حيث توصلت امبارح منافسات الدور الثاني من بطولة روما المفتوحة خامس دورات الماسترز هالسنة. وبأبرز اللقاءات كان المصنف 13 عالميا الفرنسي جاي يفوز بسهولة 6-3 و6-3 ليتأهل للدور الثالث. بالفوتبول، أجرى فريق تشيلسي الإنجليزي حصة تدريبية مفتوحة امبارح، فيما أكد مدرب الفريق المؤقت روبرتو دي ماتيو والعقب لضمان المشاركة بالبطولة بالموسم المقبل. من جهة تانية، بالولايات المتحدة أقام الرئيس الأمريكي باراك أوباما حفل استقبال بالبيت الأبيض على شرف فريق لوس أنجلوس ما سمحت بذلك. هذه كانت أبرز أخبارنا الرياضية. روبير، حالة الطقس.